محتاجين فرخه متقطعه 8 قطع او يعني 4 قطع 8 قطع، اي حاجه انتوا حابينها. تمام. بعد كده ملح وفلفل، وعندي كمان كركم وزعتر وبابريكا وكاري وثوم مفروم ومعلقة صلصة ونص كوباية عصير ليمون وربع كوباية من زيت الزيتون أو زيت عادي برضو لو ما عنديش، وربع كوباية مية وبصل شرايح وبطاطس. أسفة معلش شرقت. تعالوا بقى إيه نبدأ نشتغل في الفراخ بتاعتنا. أميرة صباح الفل. ازيك يا ستي اسماء؟ ازيك يا أميرة، عاملة ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ وحشتيني قوي. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. عايزة اسألك على طريقة المشط المقلي. حاضر. الايه معلش؟ المشط المقلي. ايه المقلي؟ انا مش سامعة. المشط. انا مش سامعة والله. المشط المقلي. طب ممكن تشوفوا ايه في الكنترول وتقولوا لي؟ ماشي. شكرا يا أميرة، تسلمي. طيب دلوقتي انا عندي بطاطس هقطعها بقى باي شكل انتوا عايزينه، مربعات بالشكل ده، اي حاجه. تمام. اي تقطيعه انتوا تحبوها للبطاطس مفيش مشكله، تقدروا ان انتوا تعملوا كده. خلاص هبدا كده احطها في الصينيه بتاعتي. طبعا لسه هتبل، لسه هعمل كل حاجه، فمفيش مشكله خالص، هنعمل كل ده مع بعض. تمام. يبقى انا هحط البطاطس هقطعها اي تقطيعه احنا حابينها، وعندي الفراخ بالشكل ده كده برضو هعمل لها فتحات وهبدا ان انا احطها مع البطاطس، هعمل لها فتحات كده بسيطه اهي. انا هنا الفراخ طبعا لو حجمها كبير هتقطعوها على 8، لو انا لقيت حجم الفراخ اللي عندي معقول فبصراحه سبتها على 4 ما قطعتهاش على 8. تمام. فعلى حسب حجم الفراخ عندكم تقدروا تعملوا ده. نعمل كده فتحات كده. ام محمد صباح الفل. صباح الخير يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير والله، الحمد لله جدا. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي. بحب اصبح بيكي بصراحه والله. صباحكم جميل، انتوا اللي احلى صباح في الدنيا والله، تسلمي يا حبيبتي. الله يخليكي. الله يخليك. معلش ممكن تعيدوا لنا بس الايه، قولي طريقه المملحات اللي حضرتك كنت لسه عاملاها. هقول لك. حاضر هقولها لك عينيا. حاضر يا حبيبتي، خلص الوصفه بتاعت الفراخ واقولها لكم تاني. عينيا يا حبيبتي. حاضر ماشي. بصوا اهو هنعمل فتحات كده بسيطه في الفراخ، شيل بقى الحاجات اللي مش عايزينها دي. وهبدا بقى ايه اتبل الفراخ. هحط ايه على الفراخ؟ هحط الثوم المفروم، شويه ثوم حلوين كده. تمام. حوالي 10 فصوص ثوم مثلا مفرومين، وهحط عليهم البصل، بصل شرايح كده بالشكل ده، وهحط عليهم زعتر وبابريكا، وهحط كمان شويه كاري، شوية كركم وفلفل اسود. استاذ حسين صباح الفل، ونملح طبعا. ايوه صباح الفل يا شيف. صباح الجمال يا استاذ حسين، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الله يخليك يا شيف، الله ينور عليك يا شيف. الحاجات المغريه دي يا شيف كده يعني بتفتح النفس كده على الصوفة كده. الله يخليك، تسلم من ذوقك والله، تسلم. الله يخليك يا ست الكل والله، دايما حضرتك يعني ربنا يديك الصحه كده، دايما ما انت على كل اكله يعني جميله صراحه يا شيف والله، ومجربه من حضرتك يعني بتطلع بمنتهى الجمال. الله يخليك يا استاذ حسين والله، من ذوقك، تسلم. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. صباحك جميل. صباحك جميل. الله يخليك. الله يخليك. بصوا بقى كمان هنحط معلقة الصلصة بالشكل ده كده. فاضل لنا ايه؟ عصير الليمون وزيت الزيتون. عصير الليمون بقى نحط شوية ليمون كده حلوين، بحط حوالي مثلا 4 ليمونات كده، انا عايزة الليمون فيها كتير. تمام. وشوية زيت الزيتون ربع كوباية، وابدأ بقى ايه بقى نشيل بقى الحاجات دي ونبدأ بقى نخلط كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا.
نبدا بقى نخلط كل الكلام ده كده مع بعض، الملح مع الفلفل مع الزعتر مع البصل والكركم والكاري، كل ده كده ايه، نتبل الفراخ ونتبل البطاطس. بصوا كل ده كده ادخل فيه كل الحاجات اللي احنا حطيناها، كل البطاطس وكل الفراخ كلها متبلة بنفس التتبيلة كده، وغرقانة بقى ليمون. الصوص ده يعني بتعمل صوص كمان حلو جدا لما بتستوي. هعمل كده البطاطس كأنها الفرشة بتاعت الفراخ، وبصوا بوزع كده كل الحاجات اللي انا حطيتها على الفراخ كويس جدا وعلى البطاطس، تمام، مع شوية الزيت. تطلع كأن البطاطس اللي من تحت حلوة قوي ومقرمشة كده بعد ما بتستوي، بتقرمش كده شوية في الزيت اللي بيبقى موجود تحت ومع التحمير اهو. بصوا خلاص كده كله اتوزع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص تعالوا بقى ايه، هنحط لها ربع كوباية المية اللي احنا اتفقنا عليها عشان البطاطس تستوي اهو. حط لها كده بصوا شوية مية، طبعا هي هتنزل مية خلي بالكو لما تستوي، فأنا عشان كده مش عايزة أحط مية كتير، أنا هحط يدوب يعني ربع كوباية كده، هقوم موزعاها بصوا أهو بس، تمام قوي كده، لأن هي لسه هتنزل ميتها. طب أغطيها فويل ولا أدخلها كده زي ما اتفقنا؟ إحنا عندنا بيبقى حاجتين، يا تدخلوها بفويل في الأول تستوي وبعد كده تشيلوا الفويل تتحمر، أو العكس تتحمر وبعدين تحطوها فويل لو أنتوا لو حسيتوا إن لونها هيغمق أو هيتحرق تبقى تغطوها فويل لو لسه هي ما استوتش، تمام؟ يبقى أنا هدخلها كده الفرن أخليها تتشمع وتستوي وتبقى زي الفل كده، وبعدين لو حاسة إن أنا محتاجة أغطيها فويل هعمل كده. أم محمود صباح الفل. صباح الفل يا محمود. ازيك حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ حضرتك ممتازه ما شاء الله عليكي، تبارك الله عليكي يا بنتي. الله يخليكي والله، تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا بنتي، ما شاء الله تبارك الله، اكلك جميل وشكل الصينيه تحفه، ربنا يا رب يكرمك. الله يخليكي حبيبتي، الله يخليكي. تسلمي لك يا حبيبتي. الله يخليكي حبيبتي. تسلمي، تسلمي يا حبيبتي. تسلمي على المكالمة الحلوة دي، تسلمي يا حبيبتي. يا رب يخليكي لينا ودايما تمتعينا بأكلاتك الجميلة. اللهم امين ويخليكوا لي يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي. شكرا يا حبيبتي على المكالمة الحلوة دي، صباحك جميل. شكرا. نبص بقى بص على الرز كده، بصوا بصوا الجمال. بصوا الرز مفلفل وجميل. اديني بقى الطماطم الشريقة يا سلام. بصوا الرز، شوية الزعتر بقى اللي فيه، بشوية بشر الليمون، حاجة كده بصوا مش قادرة أقول لكم عاملة إزاي. تمام؟ هسيبه يعني فاضل له دقيقة بالظبط وهرفعه. هو خلاص كده بصوا فلفل وجميل، شايفين؟ وزي الفل. دقيقة بالظبط وهقوم مقدمه. ممكن تقدموه بقى مع شوية طماطم كده، ترشوا شوية كزبرة كده خضرة فوق الوش، هيبقى طعمه في منتهى الجمال، يعني من الرز اللي طعمه حلو قوي، وجنب الوصفة بتاعت الفراخ دي برضو هيبقى حلو قوي. وصفة الفراخ اللي احنا عملناها دي ينفع تحضروها مثلا قبلها بيوم لو انت بتشتغلي في الشغل الكلام ده كله، تعملي كل اللي احنا عملناه ده وتغطيه وتدخليها التلاجة، ده هتبقى كمان احلى واحلى، لان كل ده هتقعد بقى في التتبيلة وفي الليمون وتشرب كل الكلام الحلو اللي احنا حطيناه ده.